اول وصفه هبتديها هعمل بيها اللحمه الانتركوت، لان كتير جدا من الناس بيطلبوا مني وصفات لقطعه اللحمه دي وما بيعرفوش يعملوها ايه. انا كنت من كام يوم معزومه عند واحده صاحبتي من ايام الجامعه، وكانت عامله وصفات حلوه فعجبني عندها حاجات كتير، علشان كده قلت اجيب لكم الطرق اللي هي عاملاها نتعلمها سوا. اتعلمتها منها، والبني ادم بيفضل يتعلم طول ما هو عايش. اخدت منها افكار حلوه قوي الوصفات، والنهارده الحلقه دي كلها لغدا الجندي. يعني هنبتدي اول حاجه بانتركوت بصوص المشروم. هستعمل نص كيلو او اكتر شويه، مثلا 600 جرام او 650 جرام شرايح انتركوت. التتبيله بتاعتها بصلايه مبشوره، معلقه صغيره بهارات مشكله، معلقتين خل، وهستعمل زبده، معلقتين دقيق، نص طبق مشروم فريش شرايح. الموضوع سهل وبسيط، يعني مش هياخد معانا مقادير كتير وحاجات كتير، سهل قوي. يبقى اللحمه الانتركوت دي هبقى متبلاها في بصله مبشوره، معلقه صغيره بهارات مشكله، معلقتين خل. البصله مبشوره طبعا احنا بنحطها عليها فتره، يعني مش دقيقتين ثلاثه بس، طبعا عشان وقت الحلقه احنا هنحطها عليها على طول ونشتغل بيها، لكن الافضل ان انت تحطيها ساعتين بس. وزبده ومعلقتين دقيق ونص طبق مشروم فريش. هستعمل ميه علشان تسويه اللحمه، لو عندي شوربه ممكن استعمل شوربه بس مش محتاجه، يعني اللحمه هتبقى شوربتها اصلا حلوه. خلاص هاجي احط البهارات، هحط هنا اهو شويه زبده مع زيت عشان ما تتحرقش. احنا بنستعمل قلنا الاستانلس لما بنحب نحمر اللحمه بسرعه، اللحمه بتدعك كويس في التتبيله بتاعتها، الخل بيساعدها انها تستوي، بس لازم على الاقل تقعد ساعتين في التتبيله دي. طبعا انا عشان وقت الحلقه هستعملها على طول، بس انت في البيت حطيها ساعتين في التتبيله بتبقى احلى. شايفين الزبده بتاعت تاخد لون غامق على الجوانب، فانا هبتدي احط بسم الله الرحمن الرحيم اللحمه بتاعتي. كده اهو الشرايح بتاعتي، النهارده ان شاء الله لو فضل وقت معانا انا عايزه اكلمكم شويه عن ايه شراء الخضار والفاكهه لما بنيجي نشتري الحاجات من السوبر ماركت، ايه اللي نشتريه وايه اللي ما نشتريهوش. لان انا من يومين كده وانا بشتري لقيت واحده جنبي بتشتري طبق مشروم وبعدين ملفوف ببلاستيك، البلاستيك ده عليه زي بخار كده، اي خضار بيبقى عليها بخار على البلاستيك بتاعها ده معناه ان هي بقالها وقت فتره قديمه، عشان كده طلعت الغاز ثاني اكسيد الكربون ده. فانا قلت للست بصراحه، قلت لها خدي اللي تحسي ان البلاستيك بتاعه نظيف ما عليهوش اي بخار. فانا عشان كده عايزه اتكلم معاكم النهارده ان شاء الله، بس يا رب يفضل وقت في الحلقه، عن ان احنا لما نيجي نشتري الحاجات المجمده او اي حاجات من السوبر ماركت نعرف نشتريها ازاي، ناخد بالنا من ايه وما نشتريش ايه ونشتري ايه. انا عايزاها تتحمر من ناحيتين، عايزه احمرها الاول وبعد كده اخليها تشرب ميتها خالص، هزودها شويه ميه واخليها تستوي في الميه بتاعتها، بس هحط لها بعد ما تبتدي تشرب ميتها هحط لها شويه البصل اللي معانا ده، علشان انا هاخد الصوص اللي هيتبقى منها هستعمله، فعشان كده انا عايزه احط لها بقيه البصل برضو. بصوا ميزة الستانلس ايه، ان انا الحتت الغامقه اللي بتطلع على الطاسه دي باخدها معايا بمسحها معايا، فبيديني لون وطعم حلو قوي للحمه. كده اهو اهي على نار حاميه علشان تنشف ميتها شويه. بصوا بقى في حاجه تانية، شايفين ده عمل ازاي؟ كبب. انا علشان ما اخلوش يكبب كده هعمل ايه، هوريكم هعمل ايه. هنا هاجي هروح عامله شق فيه كده، وهنا شق تاني
علشان يفرد معايا. ما الاقيش حته حتى لما بعمل البانيه، يعني مش بس الانتركوت، ساعات في البانيه برضو بحس انه بيشق مني، بيبتني مني. فالشقوق دي بس لازم تنزل اهي، الشقوق دي هتساعد انها تفرد. واروح جايه هنا اهو، بصوا فردت معايا ازاي، ما بقتش مكببه. خصوصا بقى في البانيه، البفتيك البانيه او الفراخ البانيه لما بتكبب كده ما بتبقاش حلوه، فناخد بالنا ان احنا ممكن نشقها الشقوق دي علشان تفرد معانا بالمنظر ده. شايفين فردت ازاي؟ ما بقتش مكببه زي الاول اهي. هحط لها بقيه البصل وهستنى لما تشرب ميتها خالص قبل ما اضيف لها اي ميه. انا هحط لها بقيه البصل اللي فيه الخل والتوابل اهو. انا عشان كده بحب لما احمر لحمه قبل ما اسويها استعمل الستانلس. بيبقى سريع معايا. اهي بصوا دي شقيناها، دي ما اتشقتش فدي مكببه شويه. انا عشان اوريكم الفرق بين الاثنين اهي، شايفين دي ودي اهي. اهي ابتدت تشرب ميتها. هاجي هحط عليها شويه ميه سخنه نسخن الميه. اللي فاضل ده شويه الزبده، لكن هي تقريبا شربت الميه بتاعتها. انا هغطيها، هحط لها شويه ميه واغطيها واسيبها تكمل سواها. هطلع دلوقتي لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. لكم من جديد، سوينا اللحمه احنا بعد ما حمرناها وحطينا لها البصله، غطيناها بعد ما زودنا عليها شويه ميه سخنه. وبصوا بيفضل فيها شويه ميه كده عشان الميه دي هي اللي انا هعمل بيها الصوص. اوكي، هاجي دلوقتي في طاسه تانية، هاجي اعمل ايه، هحط معلقه سمنه كده صغننه مع شويه زيت. مدام هاله تسلم ايدك. ازاي حضرتك؟ سلامتك، الف سلامه، مال صوتك؟ الله يسلمك. سلامتك يا حبيبه قلبي، اخبارك ايه، عامله ايه؟ الله يخليك. تمام، انت اخبارك ايه؟ وحشينا. الله يخليكي، تسلمي لي يا قمر، عينيا ليكي. ربنا يخليك. مدام ايه، دلوقتي انا كنت مسافره فتره من اول شهر 2، وبعدين رجعت على الصفحه بتاعتك علشان اخد الوصفات بتاعتك، مش لاقياها. الاول كان بيفتح معايا سايتات مش كويسه، وبعدين بعد كده مش لاقيه وصفاتك خالص، مش عارفه اوصل لها ازاي. مش عارفه توصلي الصفحه؟ لا مش عارفه اوصل للوصفات، صفحتك عندي بس انا مش عارفه اوصل للوصفات. لليوتيوب يعني ولا الوصفات اللي هي مكتوبه؟ لا مش الوصفات، اليوتيوب. هقول لك، بصي عندك على الصفحه بتاعتي في فوتوز، في قائمه ايه، هتلاقي كلمه قائمه ايه، دوسي عليها. اول اختيارين هي صفحه اليوتيوب بتاعتي، هتلاقي عليها الوصفات كلها. ما تخشيش من على جوجل سيرش، انت خشي من على قائمه ايه، هتلاقي فيها اول حاجه صفحتين اختيارين يوتيوب، فدول هيطلعوك هيدخلوكي على طول على الوصفات اليوتيوب المصوره. في حاجه تانية بعد اذن حضرتك، حضرتك كنت عملتي الكوكيز اللي هي قبل كده بالبندق والشوكولاته، فعملتي الفروستنج بتاعها بزبده شورتنينج. ايوه، هل ممكن نبدلها بزبده عاديه؟ ممكن تبدليها بزبده عاديه. لا ممكن تبدليها بزبده عاديه، او في نوع من انواع السمنه مخصوصه للحلويات مستورده لونها ابيض برضو. هي بس انا بحب الشورتنينج خصوصا، بس في الشوكولاته مش باين. لما بعمل اي كريمه ما بحبهاش تبقى صفرة، عشان كده بستعملها بدل الزبده. لكن انت ممكن تبدليها بزبده عاديه، مفيش اي مشكله خالص. انا دلوقتي حطيت المشروم، هدبله شويه صغيرين بس، مش هخليه يدبل خالص عشان ما يكشش. وبعد كده هحط عليه معلقتين الدقيق،
ونقلبهم. وهاجي اعمل ايه؟ هاجي هشيل اللحمه بتاعتي دي، عايز شويه زيت صغننين، اللحمه بتاعتي اللي انا سويتها هشيلها من الميه بتاعتها، وهاخد الميه بتاعتها دي اضربها في الخلاط عشان اعمل الصوص اللي انا هحطه على المشروم، يعني عشان اخد كل اللي فيها. يا حاجه فوزيه، ازيك يا شيف آية؟ ازيك، عامله ايه؟ وحشتيني. ان شاء الله تعيشي. الله يخليك يا قمر، عامله ايه؟ وحشاني والله، وحشاني قوي. تسلميلي يا رب، ربنا يخليكي. ايه الاخبار؟ بخير يا بنتي، طول ما انت بخير. تسلميلي يا رب، الله يخليكي حاجه فوزيه، عينيا ليكي. تسلمي وتعيشي. عايز اسال على كيكه البرتقال، وعايز اسال على القشر البرتقال، انا بشراه وعايز اشوف احفظه ازاي في الفريزر. اوكي، هقول لك على كذا في الفريزر. حلو قوي، هقول لك في الفريزر وهقول لك ازاي تحفظيه بره الفريزر لو ما عندكيش مكان في الفريزر، من عينيا الاثنين ان شاء الله اخر الحلقه باذن الله. خلاص انا كده اهو كفايه عليا، حمصت الدقيق مع المشروم. هاجي عايزه في طبق او بوله عندي، هشيل اللحمه عشان اخد الميه بتاعتها، اللحمه هحطها على جنب علشان احطها اغرفها، وهاخد الصوص المتبقي منها ده اللي هو فيه البصل بقى مستوي معاها، وفيه كل الزوايد اللي نزلت من اللحمه، كل الطعم بقى موجود في الصوص ده. هروح ضربها في الخلاط. بس احط الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. وقعنا الدنيا كتير كده اهو. هجيب امسحه بس عشان ما يطرطش عليا والدنيا تبقى فيها زروطه كده اهو، واجي اضرب الميه دي في الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه الاول عشان ما تبقاش سخنه تتعبك. وبعدين انا عايزه اقول لك حاجه، الافضل انك تسيبيها تبرد. انتوا لو تلاحظوا ان انا في الفاصل بعدتها عن النار عشان تبرد شويه. ليه؟ لانها لما تبقى سخنه بتبوظ لي الخلاط، بتبوظ لي الماتور بتاعت الخلاط، عشان كده خلوها تهدى شويه، تبرد شويه علشان ما تبوظلكيش الماتور يعني. وبعدين ده ازاز، لكن في خلاطات تبقى بلاستيك برضو هتلاقي الشفشه يجير معاكي قوي من السوائل السخنه، فخدي بالك ان ايه، تخلي اي حاجه يعني شوربه العدس، اي حاجه عايزه تضربيها في الخلاط خليها الاول تبرد شويه وبعد كده حطيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ارجعها على النار هدوب الدقيق فيها. انا ضربت قلنا الصوص ده كله بالبصل بالتوابل اللي فيه، ضربناهم عشان نعمل صوص حلو نقدمه على الانتركوت. عايزه تحمري المشروم قوي تخليه غامق، قطعيه تخين قوي، ما تقطعوش رفيع علشان ما يكشش معاك ويبقى صغير ما يبقاش حلو. خلاص اهو كده اهو، هتظبطي طبعا ملحه والفلفل بتاعه وهتقدميه على الانتركوت. احنا هنقدمه اهو، هو كده اهو حلو قوي. بص الصوص تخين، انا مش عايزاه خفيف، ومش تخين يبقى يعني مهلبيه، لا يبقى بصوا سميك نوعا بحيث يبقى له طعم، لان احنا عاملين بيبقى عامل زي الجريفي كده. عاملين جنبيه بطاطس بيوريه وبروكلي كده اهو. ميرسي يا احمد، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقدمه، هنحط بقى شويه من، حط هنا اتنين وهنا مش هتطلع، اجي هنا اتنين، وهاجي بعد كده احط بسم الله شويه من الصوص عليه.
ما بتحبيش الصوص سميك ممكن تزودي له شويه ميه او شويه شوربه، بس هو كده هو خصوصا مع البطاطس. يعني لو هو مع رز اقولك اه خففيه شويه، لكن مع البطاطس البيوريه بيبقى كده احلى. اهو شايفين ريحته وطعمه فظاع، هيعجبكم جدا ان شاء الله. ده الانتركوت بصوص المشروم مع بطاطس بيوريه والبروكلي. تاني